في جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع استقرت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء بعد أن كان في أداء للمؤشرات كان أداء جيد خلال جلسات الأسبوع، لأن المؤشر الرئيسي للبورصة كان عامل ارتفاعات بسبب ضخ المؤسسات لسيولة جيدة، وأدت إلى أن في بعض الجلسات كان في تداولات تزيد عن 1 مليار جنيه في الجلسة الواحدة. لو بنتكلم على المؤشرات واتجاهاتها خلال الأسبوع، كان في حالة من التفاؤل عند فئات المتعاملين واستمرت المؤسسات في الاتجاه الشرائي. المؤشر الرئيسي للبورصة كان بدأ جلسات الأسبوع عند مستوى 10600 نقطة، وصل في خلال الجلسات الأسبوع إلى 11200 نقطة، وكان مرشح بقوة إلى الوصول إلى 11500 نقطة، وهي تعتبر نقطة مقاومة جديدة. ولكن جني الأرباح من قبل فئات المتعاملين وخاصة للمتعاملين الأفراد اللي بيؤثروا المتاجرة السريعة هي أدت إلى انخفاض المؤشر الرئيسي مبدئيا، ثم تبعته بقية المؤشرات. طبعا مش هنقول ان احنا هنستمر في حركه التصحيح فتره طويله، احنا شايفين ان الفتره القادمه هيبقى في نوع من الانتعاش الاقتصاديه بعد عوده معظم انشطه الدوله الى سابق عهدها، وتخفيف فتره الحظر وفتح المطارات وفتح دور العباده مع تطبيق وسائل التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه. والمؤشرات طبعا هتتأثر بهذا الأداء الاقتصادي تأثر وثيق، ولكن برضو بنحط في اعتبارنا معدلات الإصابة ومعدلات التعافي من فيروس كورونا. كما رأينا في جلسات الأسبوع كان في صعود جيد للعديد من القطاعات، طبعا استمر قطاع الأدوية والرعاية الصحية متصدر المشهد في الأكثر ربحية، تلاه قطاع الشحن والتخفيض لعودة الأنشطة مرة أخرى. ولكن في القطاعات الأكثر تداولا ما زال قطاع البنوك هو المسيطر على الأداء، يتبعه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع العقارات. من المتوقع خلال الجلسات القادمة في الأسبوع القادم أن يسترد المؤشر جزء من عافيته ويرتد إلى مستوى ال 11000 نقطة، مدعوم بمؤشرات مؤسسية وأخبار اقتصادية جيدة كما ذكرنا مسبقا.